الحقيقة مشهد مسخرة لأردوغان وهو بيقع من على الحصان. كش ملك، عجبني الحقيقة اسم الفيلم، كش ملك. هنا مصر، هنا جيش مصر، هنا القاهرة، هنا عبد الفتاح السيسي، هنا صقور، هنا جنود بواسل، هنا خير أجناد الأرض. أعتقد إنها رسائل قوية من وراء هذه المناورات. معانا اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك، قل لي دلالات هذه المناورات الحربيه التي تؤكد اننا جاهزون ويؤكد ايضا مقوله مسافه السكه، واننا جاهزون اذا ما تطلب الامر لحمايه مصالحنا الاقليميه في البحر المتوسط وحمايه غاز بحر المتوسط، برايك سياده اللواء؟ هو حضرتك على مدى ال 15 يوم اللي فاتوا حضرتك يعني اكيد يعني اولا عملنا مناوره في البحر الاسود مع بحريه عظمى اللي هي روسيا، وجانا هنا برضو مجموعه عمليات ابرار انجليزيه بريطانيه جايه تعمل معانا تدريبات على عمليات ابرار، وبرضو نفس الوضع بحريه عظمى وعريقه مع فرنسا نفس الوضع. خلي بال حضرتك انجلترا جايه من عندنا 22 دوله مشاطئه في البحر المتوسط، ده جاي نقى مصر لاسباب. مش هنقعد احنا يعني نتغنى بهذه الاسباب، لكن دي حقيقه واقعه جايه عشان يتدرب معانا لاغراض له. لعلم سيادتك التدريبات المشتركه دي كلها احنا بنحدد الغرض وبنحدد الاهداف وبنحدد احنا ايه عايزين نتدرب عليه. البحريه المصريه النهارده بتتدرب على حاجه، بتتدرب عشان استخدام الوحدات الجديدة، بتتدرب عشان تصل إلى أعلى مستويات التكنولوجي اللي موجود في العالم وطرق الاستخدام الجديدة. حضرتك احنا مع روسيا حضرتك التشكيل اللي رايح ده تشكيل ممارسة السيطرة البحرية، نوع نوعيات الوحدات دي عبارة عن المدايات اللي بتتخذها او قطاعات المسؤوليه لحمايه الممرات البحريه والاستقرار البحري في شرق البحر المتوسط. اشمعنى الاستقرار البحري؟ الناس كلها بصت شرق البحر المتوسط حضرتك انه في امكانيات كبيره للغاز الطبيعي والبترول، اكيد دينا مصالحنا هناك في هذا البحر. انما ما تنساش حضرتك ان النقل البحري اللي فيه اللي داخل واللي طالع من قناة السويس كل سنة حوالي مليار طن، يعني 10% من تجارة العالم، دي عبارة عن حجم ضخم جدا. حضرتك العدد الحاويات اللي جاية من جنوب شرق آسيا، من آسيا إلى أوروبا وشرق الولايات المتحدة عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، دول حوالي 23-24 مليون حاوي، عدد ضخم جدا. أي ديستربنس، أي عدم استقرار في هذه المنطقة هيؤدي إلى نتائج وخيمة، مش بس على مصر، لا على الممرات الملاحية وعلى دول البحر المتوسط كله. يعني شكرك سيادة اللواء. احنا حضرتك التشكيل والتدريبات دي بطبيعتها جزء كبير منها لحماية الممرات الملاحية وحماية الاستقرار البحري والأمن البحري. هي الحقيقة هذه المناورات مهمة جدا لخدمة كثير من القضايا والمصالح المصرية في المنطقة وإقليميا، خاصة في المنطقة البحرية وغاز شرق البحر المتوسط. معنا اللواء محمد